يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: اسمي نوال، من يوم كنت صغيرة كنت أحب ناس أكبر مني، يعني رجال، وأحب ولد عمي وأحب عيال كثير. صار عمري 12 سنة حبيت واحد اسمه محمد، أبوي عرف بعدها وضربني ضرب وأخذ مني الجوال فترة طويلة وقال لي لا عاد أشوفك تكلمين أحد. بعدها رجعت حبيت أكثر من محمد، حبيت واحد اسمه فهد وهو قال إنه ما يبيني. أنا بديت أكبر وأتعلق بولد عمي أكثر وأكثر. بعدها جاء ولد عمي يسكن معانا في البيت، إحنا كنا في مدينة وهو كان في مدينة ثانية. بعدها جاء عندنا نفس المدينة اللي إحنا جالسين فيها وقال بيجلس عندنا بنفس البيت. في البداية كان عند الكل عادي، بس لما يسافر أبوي لاحظنا إنه بدت زوجة أبوي تقول قولوا الولد عمكم يطلعنا يمشينا نطلع ونغير جو ومن هالكلام. طبعا أنا كنت أوافق، ليش؟ لأني كنت أحب ولد عمي وكنت أحب الطلعة معاه، كنت أفرح وانبسط لما كانت تقول كذا. عدت الأيام إلا أشوف زوجة أبوي تتقرب من ولد عمي، كان ما حد يلاحظ هذا الشيء إلا أنا لأني أنا كنت مهتمة بولد عمي فكنت ألاحظ هذا الشيء. كان أبوي يسافر كثير بحكم شغله وكان يتأخر شوي بعض الأحيان، كانت زوجة أبوي بعض الأحيان تسوي حركات ما أقدر أقولها لكم، استغفر الله. المهم بقول لكم طبيعة بيتنا. بيتنا عمارة فيها شقق والشقق كلها لنا، يعني شقة لأخوي وشقة لولد عمي كان جالس فيها. ولد عمي الفترة اللي هو جالس عندنا فيها جلس في هذه الشقة، كانت تدخل وتسكر الباب وراها، يعني تروح شقة ولد عمي وتدخل وتقفل الباب وراها وأنا أدق بعدها وتقولي أنقلعي من هنا روحي خلاص أنا شوي وجاية. وقتها شكيت بزيادة، والشيء اللي خلاني أتأكد كان سناب ولد عمي فيه بنت نفس إيموجي سناب زوجة أبوي، وزوجة أبوي بعد عندها نفس السناب اللي هو حق ولد عمي. لما فتشت جوالها لقيت هذا الشيء. أنا طبعا بما أني مهتمة بولد عمي فكان عندي سنابه، فتأكدت وقتها أنهم صدق يكلمون بعض أو ما أعرف إيش العلاقة اللي بينهم. لعلمكم زوجة أبوي ما كانت تكشف على ولد عمي، يعني قدام أبوي ما تكشف على ولد عمي بالعادة، عرفت من وراء صارت تكشف. يوم من الأيام سافرنا لبيتنا الثاني اللي موجود بمدينة ثانية، قامت زوجة أبوي دخلت المطبخ، بعدها ولد عمي دخل وراها المطبخ، فسخت عبايتها هي في البداية، ولد عمي قفل الباب بالمفتاح لما دخل وراها، وأنا طول الوقت كنت أراقبهم ما كانت تخفى عيني عنهم، وكانت دايم تهاوشني لما تشوفني، بس ما كانت تهتم يعني إني ممكن أعلم أبوي أو إني ممكن أعلم أحد ثاني، هي ما كانت تهتم بالمرة. وكانت أصلا تهددني تقول لي والله العظيم لو فتحت فمك ما راح يصلك خير، أنا والله العظيم ما قلت لكم الكلام هذا إلا لما تأكدت، يعني تأكدت خلاص شفت أشياء زيادة ما أقدر أقول والله العظيم. لكن وقتها تأكدت إنه في بينهم علاقة محرمة. بعد ما تأكدت رحت علمت أخته القريبة مني اللي هي بنت عمي، فقلت لها عن كل شيء. قالت تصدقين والله العظيم حتى أنا كنت شاكة في أخوي، وأبوي بعد شك ودايما يقول لا عاد أشوفك تروح عندهم، يجلس يخاصم وهو يرفض إلا ويجي ويسافر. زوجة أبوي مع هذا كله كانت تمدح ولد عمي وتقول إنه محترم وإنه مؤدب وإنه ما يطالع فينا وعينه دايما في الأرض عشان يجلس وما حد يقول له خلاص اطلع، تخاف أبوي يقول له اطلع من البيت ولا كده. فكانت تمدحه دائما لما يروح، كانت تقول لأبوي انه ما يقصر معانا لما انت تسافر ويودينا ويجيبنا ويجيب لنا اغراضنا، يعني عشان يجلس اكثر واكثر كانت تمدحه وتقول الكلام هذا، وهي اصلا كانت تكذب. اول ما يسافر أبوي كانت تروح لولد عمي للشقة. بصراحة والله العظيم ماني عارفة ايش اسوي، هل اني اعلم أبوي ولا اعلم مين بالضبط؟ أعطوني حل تكفون، أحس إني ما أبغى أسكت عليها لأنها راح تتمادى أكثر وأكثر، يعني كفاية خلاص هي تمادت أساسا وطولت، فما أعرف أنا أسكت، بصراحة ما أبغى أسكت لأن الموضوع زايد عن حد وأبوي كان يثق فيها ثقة عمياء، فأنا بصراحة ما أعرف إيش أسوي، فأنتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات إيش ممكن أسوي وأروح لمين أو أقول لمين. بداية الموضوع لما كنت أشوفهم كده بعيوني أو كنت أشوفها تدخل عنده الشقة كنت أبي أصورهم، لكن خفت على أبوي إنه يقول لي أنت من وين جبتي الصورة ولا كيف صورتيهم، يمكن إنها كانت تبغى شيء من عنده أو شيء، أو كانت تنظف وش ضمني إنه يكون موجود في البيت. أنا خفت إني أجيب لنفسي مشاكل خصوصا إنها تهددني لو علمت أي أحد راح تسوي فيا الهوايل، وأنا بصراحة خايفة.
وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.